صباح النور، تحية لكل مشاهدي تونس رقمية وتونسي نوميريك العادة. كيف كل يوم ثلاثة نعطيكم الأسعار هنا من سوق باجة. نبدأ جولتنا بأسعار الخضر الورقية. اليوم الخضر الورقية ب 400 مليم، كما تشوفوا البروكلي اليوم الكعبة ب 2000، ثم بدينار 1500، هنا 3 كيلو تقريبا. هذه هي مختلف الاسعار متوفره اليوم في مارشي باب زنيز. الكعبه ب 1500 كما تشوفوا، البصل بالرابطه 800 مليم، القارس كما تشوفوا دينار و 600 القارس، الجلبانه 6000 كالعاده، اللوبيا 5000 كيلو، هنا عنا البطاطا دينار 400، تقريبا هذه مختلف الأسعار. عنا هنا الجلبانة ب 5500، الفلفل كيلو 5000 الحلو، هنا عنا طماطم دينار 800، الفلفل المسكي 17 طال لهنا، مسكي دينار 800، هذه هي مختلف الأسعار في مارشي باشا. نتعداو للدجاج، الدجاج اليوم ب 8000، عندنا جوانح هنا 7500 تقريبا. هذه هي الأسعار متوفرة في مارشي باجة. نتعداو كالعادة، ناخذ فكرة على أسعار الأسماك. بالنسبة للدورات كالعادة 16 دينار و 800، البوري 10800، التريلي 17800، القاروس 21 دينار و 400، الشلبل هنا 7800، التريلي الحمراء 13 دينار و 800، الطن هنا 8800، والسردينة 3800. عنا لهنا التفاح موجود 1500، هذا ولد الحي نتاعي. كما تشوفوا هذه هي الاسعار متوفره اليوم في مارشي باجة. كالعاده الجبن والريكوتا متوفرين لهنا في سوق باجة. هذا القارس اليوم ب 1400، بالنسبة للجنارية ب 2000، عنا لهنا الخس 1500، بالنسبة للحم العلوش كما تشوفوا من 45 دينار حتى 47 دينار اليوم في مارشي باجة. كالعادة لهنا الدجاج 7500 حتى 8500 الدجاج. وكالعادة نختم جولتنا في مارشي باجة بأسعار الغلال. بالنسبة للعصير 700، تفاح كيلو ب 2000، المدالينا 800، والعصير تومسون دينار و 380. هذه هي مختلف الأسعار كانت متوفرة اليوم في مارشي باجة.